هذا وقد أقامت اللجنة الإعلامية التابعة للجنة التنفيذية للانتخابات 2018 معرضا للصور في مجمع الإيفانيوز ابتداء من يوم أمس الخميس وحتى يوم السبت 29 من سبتمبر الجاري، وذلك في سياق فعالياتها المصاحبة للعملية الانتخابية. قالت اللجنة الإعلامية إن هذه الفعالية موجهة إلى جميع الفئات وتعكس مدى ترسيخ الثقافة الانتخابية وتسليط الضوء على المكتسبات الديمقراطية وتعزيزها، حيث تسلط فعالية الأنظار على مراحل الدورات الانتخابية من عام 2002 وحتى عام 2014. وتقديرا للمساهمة الكبيرة للمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة، والذي تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات 2002 ورئيس اللجنة العليا لإعداد وصياغة ميثاق العمل الوطني، بجانب توليه للعديد من المناصب والمهام الأخرى في مملكة البحرين. خصصت اللجنة العليا ركنا خاصا تخليدا لذكرى وإسهاماته في العملية الانتخابية. أوضحت أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع فترة الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها المملكة حاليا، وتشمل على العديد من الفعاليات كشاشة السيلفي والتي تؤهل المشاركين في هذه الفعالية من التصوير بخاصية السيلفي مع إبراز شعار الانتخابات، كما أن هناك شاشة للتأكد من مراجعة كشوف الناخبين وتوزيع عدد من الكتيبات التثقيفية لسير العملية الانتخابية، وذلك في إطار التواصل مع المواطنين ودعم دور اللجان الإشرافية وتعزيز سبل تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية.